السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم مصعب ملك الببغاء والخبير في سلوكيات الببغاء وتصرفاتها وطريقة تربية أنواع الببغاوات وإن شاء الله أنواع أخرى من الطيور والقطط إن شاء الله. وهذا الموضوع حاليا سوف أختصر لكم. هذا الموضوع يتعلق ب يعني تغذية أنواع الببغاوات، ويمكن لنا نستعملها في جميع أنواع الطيور، وهي مهمة في هذا الوقت من الصيف. وكيف ما كتلاحظوا معنا يمكن لنا يعني نستعملوا بزاف ديال الفواكه. انا استعملت من اهمها واللي هي مفيدة بحال البرتقال، فاكهة الباباي والتفاح. التفاح يسهل عملية الهضم، باباي غني بالفيتامينات وغني بالمغنيسيوم، البرتقال غني بفيتامين سي ويقوي حركة الطائر ويقوي الدورة الدموية وضربات القلب وينشط الببغاوات. والآن سوف نرى هذه الطريقة كيف يعني نستعمل هذه الفواكه. كيف ما تلاحظون الآن، هذا القضيب يعني يمكن لأي أحد منا أن يستعمله. أنا كنحاول نهضر بالعربية أخوتي لأن الفيديوهات كتوصل عن الناس يعني خارج الوطن من العراق ولبنان وليبيا والأردن وهذه، وكنحاول يعني يفهمونا، والحمد لله نحن المغاربة نفهم أي لغة. والحمد لله نحن المغاربة نفهم أي لغة. يعني أحاول أن أتكلم بالعربية. وكيفما تلاحظون طريقة هذا القضيب كيف هي مستعملة، يمكن لأي أحد منا أن يصنعه. أترون هكذا، وهذا مسمار، وهذا يعني الحامل، هذا هو الحامل للفواكه لكي لا تسقط. كيفما تلاحظون يعني نترك هذا المكان الذي سوف نعلق فيه هذه الفواكه، وندخل الفاكهة بهذه الطريقة ونقطعها إلى قطع متوسطة، ليس صغيرة وليس كبيرة جدا، ونترك هذه المسافة لكي نضع حامل للفواكه. ثم ترى هذا سهلة جدا، والحمد لله يمكن لأي أحد منا أن يصنع هذا، فهو جميل جدا ويفيد الببغاوات وطائرنا. ونحاول يعني التمتع بخلق يعني ما خلقه الله لنا في هذه الأرض وفي هذه الحياة. وأتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وسوف أريكم طريقة التعليق وستعليق هذه الفواكه. وأتمنى منكم الدعم والمشاركة والضغط على زر الجرس لكي نتفاعل أكثر، وتصلكم جميع الفيديوهات الجديدة لكي لا نجد صعوبة في طريقة التعامل مع الببغاوات. وكما تلاحظون الآن هي الفواكه، وسترون كيف سيحبها هذا الببغاء جدا جدا جدا، والنتيجة تكون جميلة جدا. ففي صحة الببغاء وفي كل شيء إن شاء الله. ونشكركم ونتمنى لكم التوفيق جميعا يا إخوتي وأصدقائي وأعزائي. نتركه هكذا حتى يصبح الببغاء
يعني مطمئنا لها، لأني أول مرة أقوم بتعليق الفواكه كنت أضعها في مكان طعام، والآن قمت بتعليقها، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله جدا إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والدعم، وشكرا يا إخوتي. معكم أخوكم مصعب من المغرب.